أولاً نحمد الله ونشكره على هذا الصرح الكبير وهذا الملعب اللي يليق بنادي الزوراء وجماهير نادي الزوراء. نادي الزوراء يستحق كل خير، يستحق أنه يكون عنده مثل هذا الملعب، لأنه هذا الملعب نعتبره هو الأساس في البناء. فلما يكون عندك ملعب جيد معناته راح يكون عندك لاعب جيد، يكون عندك فريق جيد بمواصفات عالية. فمن هذا المنطلق يجب أن نبني هذه الملاعب في سبيل أن نعد لاعبينا للأفضل والأحسن. فأتمنى من قلبي وإلى كل الأندية الأخرى، سواء كانت الشرطة أو القوة أو الطلبة أو النفط أو بقية الأندية، يكون عندها مثل هذه الملاعب في سبيل أن نأسس هذا البناء حتى يشمل جميع الأندية العراقية، حتى نتنافس مع بعض بالدوري العراقي، ويكون عندنا دوري بمستوى عالي حتى ننطلق إلى المستوى العربي والمستوى الآسيوي. لأن البنى التحتية وخصوصاً الملاعب هي أساس بناء اللاعب. ملاعبنا إذا كانت جيدة معناته راح يكون عندنا لاعب جيد. فمن هذا المنطلق أتمنى على جميع الأندية أن يكون عندها مثل هذه الملاعب حتى ممكن أن نكون بمستوى أفضل بالمستقبل. بصراحة ملعب محترم وصرح كبير، ونحن مسرورين جداً بهاي الأشياء اللي ممكن تكون إيجابية وتخلق ابتسامة على شفاء الناس. مبروك للزوراء على هذا الأداء وهذا الجمهور الغفير، والزوراء هي من الأندية المحترمة والعريقة، ونتمنى لهم كل التوفيق. قبل هتافات الجماهير للسيد العام، كرة القدم أجمل ما فيها هو هذا الصراحة، التنافس وهي الجمالية، وهي كرة القدم فوز وخسارة، فالأمر جدا طبيعي، واني أصلا أريد أوصل هاي الأمور إنه أكو روح يصير بالمباريات، وهذا الشيء الإيجابي اللي نفرح به. فقط أمام الإعلام، ولكن غصة الخسارة أبداً والله أبداً. فريقي محترم والزوراء فريق محترم، وكل التوفيق للجميع. مبروك لجمهور الزوراء ودار الزوراء ولاعبي الزوراء، وتحية لجمال العراقية الكبيرة. أكيد يمكن في التحفة الفنية شاهدنا اليوم حضور الجماهير، الفرحة اللي مثلت الجماهير، الأخوان الحضور، اللاعبين الرواد اللي مثلوا الأندية اللي مثلوا الزوراء في السابق. نتمنى تكون هاي التحفة الفنية بداية نقول لأنديتنا إنه تبدي شروع في بناء ملاعبها، خاصة فرقنا الجماهيرية. أنا مدولين يضرب بصورة جيدة، يضرب بحلة جديدة، نرجع مثل ما كنا في السابق الدورين يكون على مستوى العربي، يكون أفضل من باقي الدوريات. نتمنى القادم يكون أفضل، نتمنى نعم رغم التأخير رغم النواقص به، لكن كبداية نقول جيدة جدا. مبروك للزوارات 3 نقاط اليوم الفوز، وإن شاء الله القادم يكون أفضل لكل فرق العراق إن شاء الله.